أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل قال لأخيه: أنا سأعطيك فكرة مشروع تجاري وأعمل معك على حسب طاقتي حتى ينجح هذا المشروع، بشرط أنك إذا كسبت في هذا المشروع تعطيني 2000 ريال، فهل هذا مشروع؟ إذا كان شركة يشاركه فلا يجوز له يصرف مبلغ معين، إنما يكون الربح بينهما على حسب ما جرطا. الربح قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فله جزء من الربح مشاع. أما أن يشترط مبلغ معين هذا لا يجوز في قضية الشركة. نعم.